أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. قال الدفاع المدني السوري إن شهر تشرين الأول كان قاسيا على المدنيين في شمال غرب سوريا بسبب تصعيد قوات الأسد وروسيا من قصفهما على المنطقة. ووثق الدفاع المدني السوري مقتل 65 شخصا بالقصف على مناطق شمال غرب سوريا خلال شهر تشرين الأول. وأضاف الدفاع المدني أن القصف استهدف عشرات المرافق العامة ومنازل المدنيين في أكثر من 70 مدينة وبلدة. دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في بيان له الجيوش العربية والإسلامية إلى التدخل بشكل عاجل لإنقاذ سكان قطاع غزة من الإبادة الجماعية، وذلك في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع. وبحسب البيان فإنه يتعين شرعا على الأنظمة الحاكمة والجيوش الرسمية التدخل العسكري العاجل بالمعدات والخبرات العسكرية لإنقاذ غزة من الإبادة الجماعية والتدمير الشامل. أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع لنحو 8800 قتيل وأكثر من 22000 مصاب. هذا ويواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر بحق المدنيين في غزة، واستهدف مخيم جباليا مرة أخرى اليوم الأربعاء، ما أدى لوقوع عشرات القتلى والجرحى. أفاد مراسل حلب اليوم بأن التيار الكهربائي انقطع عن مدينة أعزاز منذ منتصف الليل وحتى ساعات الفجر، وذلك لليوم الثاني على التوالي. وقال مراسلنا إن انقطاع التيار الكهربائي يأتي بعد قطع الخط المغذي للمدينة احتجاجا من قبل مجموعة من أهالي المخيمات في منطقة أعزاز على بيعهم الكهرباء بأسعار مرتفعة عن سعر مبيع الكهرباء في مدينة أعزاز. تعرضت القاعدة الأمريكية في منطقة التنف جنوب شرق سوريا لاستهداف جديد باستخدام طائرات مسيرة في استمرار لعمليات استهداف القواعد الأمريكية في سوريا. وتبنت جماعة تطلق على نفسها اسم المقاومة الإسلامية في العراق استهداف قاعدة التنف، وكان البنتاغون قد أعلن تعرض قواته في سوريا والعراق لنحو 27 هجوما خلال نصف شهر. نهاية الموجز مشاهدينا، دمتم برعاية الله، إلى اللقاء.